شو بتعرف عن قانون الغائب والمفقود بالقانون السوري؟ بعرف عنده شيء والله. قانون الأحوال الشخصية السوري هو اللي بينظم هالموضوع هذا. في أحوال المفقود وأحوال الغائب. هلا المفقود اللي فقد بسبب العمليات الحربية طبعا هو له كان حكم انه بعد 4 سنوات ليحكم بموته حكمه، بينما كان بالقانون قانون الأحوال الشخصية بعد ما يصير مثل امثال العمر فوق 80 سنه لحتى يحكم بموته، بس هلا نحن بالظروف الاستثنائيه اعتبروه انه نحن في حاله حرب، فعم بيعتبروه متوفى بعد 4 سنين من فقدانه. الفقدان بده يكون مثبت اول شيء بضبط من الشرطه بالفقدان. بيروح زوي للمفقود اهله زوجته اخوه ابوه بينظموا ضبط بإحالة من المحكمة من هون لحاكم المحامي العام، وبيروحوا على الشرطة بيعملوا ضبط فقدان، وبعد 4 سنين بيجوا بيثبتوا شو اسمه إذا بدهم يوفوه طبعا هو بعد مرور 4 سنين على تاريخ فقدانه، فبيرفعوا دعوة أمام المحكمة الشرعية وبيكون في شهود على الموضوع وبيطلع قرار بتثبيت وفاة المفقود. طبعا إذا ظهر حيا فيما بعد ممكن يرجع ترجع حقوقه اللي ما متصرف فيها، ترجع لزمته، زوجته إذا كانت موجودة بترجع.